الزرقان ودوار الجنوب اللي قشنا عسكريه القصيبه البلديه القصيبه وزي 95 ايد اللي غيو دوار السطور السطور الضو انتقاد طلبات الاخ تعاد هذا ونني ناوي سكواز غدا ونديناوي كوايورد وهو هذا الحجن الحجن الله زي 95 ولا نغرغ الجيران والحفيظ ولو ولو نلقى التمارا وديك سيا وديان هادوز يقول لنا هادوز النية لا اله الا الله محمد رسول الله ونكون نضيع والغر اخت الجاجات والغر اخت الفازات انسى يمان يا حمان دادين تقضوا الخضر داتك يومين ثلاث ايام تخسر وداديش انت تا يا ودميغ اش سوم داد الا اش سوم خويا سدا انت دونا ويدين انت تا السدا نقم دي غرا الصياد لنا عاد دي غدناوي ونغر تلاجات انا انت الزاعة هذه السكة بنادم شوية كسوم دا تدوني نبيا وندوت لا اله الا الله محمد رسول الله ودي ونكون هذه دا السدور الدنيا دا السدور سيدنا التنصر مولانا هذا غير راعي هذه اني ثمرة نغدا جنيا هذه اللي جات تمارا وليك سيا وديان ودو ها 50 متر هذي كان يلا غد الضو هادو يخشى العسكر اللهم انا هذا من كون لا اله الا الله محمد رسول الله هذه نضيع يا نضيع الدوليين حنا واحد مجموعه ديال الناس من 1981 وحنا كنعانيو من الضو والماء يلا العام اللي فات اللي دخلوا لنا الماء الجماعه اللي جايه كتعطينا وعود بان راه غادي يدخلوا لنا الضو ويدخلوا الماء حتى تمشي جماعه وتجي جماعه يلا الجماعه اللي فات اللي دخلوا لنا الماء الضو بقينا بلاش الدراري ديالنا راه ما تيقراوش ما عندهم باش يحفظوا ما عندهم شدوا ما عندهم والو على الشمع دري ما عندهم بورتابلات ما عندهم حتى حاجه وحنا راه 10 ديور والوالد ديالي تاقي ميمون هو اللي باع لهم البقاع قالوا لنا بيعوا البقاع وديروا باش غادي يكون كتفات السكان باش غادي يكون عندكم باش غادي يكون عندكم باش غادي تدخلوا الضو حنا هاد الناس سكان درنا بناو الناس مساكن عاد دراويش كيخدموا عاد كيخدموا داكشي اللي جاب الله تيخدموه وفي الاخر تابنا وداكشي كنطلبوا الضو والو الضو اللي جات الجماعه اللي جات نطلبوا ليها تتمشي والجماعه اللي جات الاخرى نطلبوا ليها تتمشي وحنا دابا راه بقينا كنعانيو من هذا الشيء راه ما عندناش الضو ما عندناش باش نبردوا بحال الناس ما عندناش الثلاجات ما عندناش الضو باش يحفظوا الدراري ديالنا هما ما تيقراوش لحقاش ما عندهم باش غادي يحفظوا ما عندهمش تليفونات بحال الناس كنعانيو بزاف هاد السكان ديال الحي الجديد البقع اللي باع تاقي ميمون من 1981 وحنا كنعانيو من هذا الشيء من 1981 وحنا كنعانيو من انقطاع الكهرباء كنا كيقولوا لنا التكان العسكريه الملك ما غاديش يعطيكم الضحك انتم مساكنين حدا التكان العسكريه وحتى عطانا القانونين الله يوفقوا عطانا الرخصه باش غادي ندخلوه الجماعه ديالنا والو ما وافقناش باش غادي ندخلوه وحنا راه ديما كيعطونا وعود خاويه ما فيها حتى حاجه وعدونا غير بالخاوي سيروا هذا الشهر سيروا هذا الشهر سيروا شهرين سيروا وشي حاجه ما كاينه والله يرحم الوالدين اللي عنده شي يد في هذا الشيء يا الوالي يا الجماعات يا يجيبوا لنا الضو راه الدراري بقاو بلا ضو راه الدراري ديالنا ما تيقراوش ما تيحفظوش راه العيالات ديالنا بقاو بلا ثلاجات بلا والو اللي كيجيب شي خضره ديالو يعاني بها حتى الحد ما كاينش مسكين فين غيحطها كتخنز لي قبل الحد اي والله يرحم الوالدين راه 10 السكان وهنا وكثر من 1981 وحنا كان يعني ومن هذا الشيء هذه المنطقه هذه ما معتزله ما فهمتش واش حنا محقورين في هذه القصيبه هذه ما فهمتش واش حنا حيت من جايين من 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 بالجبل من تخمين جايين ساكنين هنا وحنا عايشين هنا تنترزقوا هنا وما كرهناش حتى حنا يدوزونا الضوء هذا ولا والدينا يتبرعوا حتى هما هذا الشيء اللي بقى لهم في الحياه ديالنا وولادنا حتى هما يعيشوا شويه الحياه الزوينه وحنا مقهورين هنا اختي ماشي يعني اش غنقول لك مقهورين مقهورين مقهورين